بسم الله، الحمد لله. إخوة الكرام، معكم نور وسرور مكة service.com. اليوم نحن نشاهد الفندق جديد، فندق جديد في شارع التيسير في القشلة بجوار فندق أبراج الكسوة. هذا فندق إن شاء الله في خلال أسبوعين سيكون افتتاح هذا الفندق جديد. أربع نجوم، 7 أسانسير، ما شاء الله، جديد. كل أشياء في هذا الفندق من أوروبا، ما شاء الله، من أوروبا، خشب من أوروبا، والأسرة ودولاب والكراسي. فندق جيد، 4 نجوم، 4 نجوم. وهذا الفندق يقع بين أبراج كسوة ولاند بريميوم، الأرض المتميزة، ومستوى أعلى، وهو فندق جديد، أيضا فندق جديد وأحسن بكثير من هذا فندق أبراج كسوة ومن هذا الفندق الأرض المتميزة كما تشاهدون. وأنا دخلت قبل افتتاح، وانظروا كيف مستواه. حتى على سرة ما يوجد في على سرة وسادة ولا بطانية، لا شيء. أنا صورته هكذا، انظروا، ودولاب ما شاء الله من أحسن خشب، إبريق شاهي والملائكة والكاس، كل سيكون موجودا، ما شاء الله، جيد، فندق جيد جدا وهادي. إن شاء الله عندما يكون افتتاح أنا سأصور ساعتي إليهم وأصور هذا الفندق كيف هو بعد الافتتاح، وسننظر وما اسمه الجديد سيكون، وكيف تصنيفه، كم نجمة، كل شيء. إن شاء الله أنا أصور وأنزل في الفيديو. بارك الله فيكم. كان معكم نور وسرور، مكة service.com.